بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. مش عارفه ليه بنستغرب قوي من مشاكل غيرنا ونقعد يعني نضرب كف على كف ونلت ونعجن فيها، وممكن تبقى حديث المساء والسهره واللب والسوداني بتاع القعده، في حين ان كل واحد في القاعدين ممكن يبقى عنده مشاكل يعني اكتر عجبا واكتر اثاره من مشاكل الناس اللي هو مركز فيها. واللي هو مش عارفه بقى، او يمكن عارف يعني ومطنش، انه طالما قاعد مع ناس وجابوا في سيره الحد اللي مش موجود وقطعه في فروته تمام ونسره لحمه نساير نساير كده، فأكيد في القعدة الجاية لما هو مش هيبقى موجود فيها هتبقى الحفلة معمولة عليه وعلى مشاكله وعلى ظروفه، واللي بعده هيبقى في القعدة اللي بعدها إن شاء الله على طول. ما تقلقوش يعني، كله دوره جاي، بما إنه مبدأ بقى والمبادئ ما بتتجزأش. أصل طالما مبدأنا في الحياة إننا نتسلف قعدتنا على حياة غيرنا، يبقى ما تجيش عند حياتك وتعترض. التشبيه في القرآن الكريم على قد ما هو صادم على قد ما هو رائع. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني النهي هنا ما جاش بالأمر وانتهى، يعني سبحانه وتعالى ما قالش ولا يغتب بعضكم بعضا وخلاص، كانت ممكن تبقى يعني كافية، يعني ممكن جدا كان يبقى الأمر ده كافي بأن هي أمر صريح ومباشر وما فيهوش أي لبس. لكن جاءت الآية الكريمة بتشبيه أقرب لدرجة البشاعة، يعني تصوير الغيبة أننا بناكل في لحم جثة ميتة، مفيش أكتر من كده شيء مقزز. ومع ذلك تلاقي الناس، يعني مش كل الناس طبعا، حبة كتير منهم إلا من رحم ربي، مركزين بقى في حاجات كده، أصل الحواجب، طب لبس التونك ولا العباية، وشغلهم أمور سفاسف عاملينها أهم حاجة في حياتهم. وتلاقي الست مثلا تعتقد ان ده مدخلها الوحيد للجنة او للنار، وهي واكلة 30 جثة قبل كده ولسه بتكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات، واللي هيكلمنا عنها وعن ما جاء بها من أوامر ونواهي فضيلة الشيخ أحمد تركي، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال بس بعد فاصل قصير. أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة إنه السورة الكريمة اللي معانا، أنا شايفة إن دي السورة اللي فيها معظم المعاملات بين الناس، تنظيمها وطريقة التعامل مع بعض بأخلاقيات الإسلام. سورة الحجرات، فضيلة الشيخ أحمد تركي، أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، تكلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا عن سورة النور، وقلنا ان هي السورة اللي بتنظم علاقة الانسان بالمجتمع كله وعلاقتهم بعضهم البعض. سورة الحجرات هي امتداد لهذه مجموعة السور اللي بتتناول اخلاقيات ومعاملات الناس، نزلت بعد سورة المجادلة. وسورة المجادلة بتعلمنا ادب الجدال وادب الحوار. شو بقى سورة الحجرات بتعلمنا ايه؟ وطبعا اسم السورة متاخذ من الآية الكريمة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والحجرات هنا مقصود بها حجرات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو حجرات أمهات المؤمنين. وسبب نزولها هنقول سبب نزولها بعد ما نعمل الربط اللي بنعمله دايما ما بين السورة وما بين اللي قبلها مباشرة. شوف الربط المحكم ده، دليل ان الفواصل في القرآن هي فواصل شكلية فقط، لكن القرآن كله متصل من بداية بسم الله الرحمن الرحيم الفتحة لحد سورة الناس. كل كلمة مقدمة للكلمة التانية، وكل آية
مفسرة يعني اللي السورة بعدها. اللي قبلها هي سورة اللي هي سورة إيه؟ الفتح فيها كلمة سورة أخيرة سورة الفتح. وشوفي آخر آية في سورة الفتح. أولا آخر آية في سورة الفتح آخر آيتين بتتكلم عن سيدنا النبي. أول الآيات برضو بتتكلم عن سيدنا النبي. يعني أول آخر آيتين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء أول بينهم. الآية الكريمة محمد رسول الله. الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. لأن صحابة سيدنا النبي مذكورين في التوراة ومذكورين برضه في الإنجيل. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تعالوا بقى نشوف الآية بتقفل إزاي وبداية سورة الحجرات بتبدأ إزاي. آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الكفار هنا ليس مقصود بهم غير المسلمين. مش زي الناس المتخلفة اللي تقول لك ضيقوا عليهم في الطريق وما تلاقي واحد مسيحي اضربوا على قفاه ولما تلاقي واحد غير مسلم ما عرفش يعمل فيه ايه. هذا كلام غير صحيح مطلقا. هو كده متخيل انه بيطبق الايه ده اشداء على الكفار اشداء على اعدائكم اللي هم بيضربوا فيكم واللي هم بيقتلوكم واللي هم بيتجاوزوا على حدودكم. ده مقصود الكفار مش الكفار بمعنى غير المسلمين في المجتمع الاسلامي او الذين اعطيناهم الامان. لان واحد في ناس تقول لك لا احنا بنعلن القتال على كل الناس. لا مش على كل الناس. يبقى اذن الكفار هنا معناها الذين اعتدوا على الوطن. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. سبب نزول الايه دي بقى ايه؟ ان وفد من بني تميم جاء لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين اختلف سيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر. سيدنا أبو بكر الصديق قال يا رسول الله ولي عليهم فلان القعقاع مش عارف اسمه. سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قال ولي عليهم الأقرع بن حابس. فإذا اختلفوا على مين؟ على الشخص اللي يتولى إمارة القوم دون اللي هو وفد تميم لما جول سيدنا النبي. فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر يا عمر ما أراك إلا أن تخالفني الرأي. أنت بتخالفني وخلاص. قال أنا لا أخالفك الرأي. تعالت أصواتهما على رسول الله أو بين يدي رسول الله. فجاءت الآية الكريمة هنا عشان تنظم لنا ده. فضلا على أنه لا يجوز أن نقدم بين يدي الله ورسوله. يعني لما ربنا يقول ما حدش يقول بعده ولما سيدنا النبي يقول ما حدش يقول بعده. يعني أما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤمرنا بأمر يقوم أنت تقول لا ده فلان التاني الرأي التاني. لما ربنا يؤمرك بأمر ويؤمرك بالصدق وبالإيمان وبالأمانة تقول لا أنت تؤمر بالكذب. هذا معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ده رقم واحد. فطبعا الآية بتاعت لا ترفعوا أصواتكم ما هي دي نفس النبي ما هي دي بقى دي خاصة بالموقف ده. إنما إحنا نطبقها على نفسنا إزاي؟ نطبقها على نفسنا لأن حرمة سيدنا النبي وهو ميت كحرمته وهو حي. هو سيدنا النبي هنا كان موجود أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نرفعش صوتنا عليه إزاي بمعنى إيه؟ يعني دلوقتي في مجلس مذكور فيه اسم رسول الله ما نرفعش صوتنا. في مسجد إحنا دخلناه ما نرفعش صوتنا لأن رفع الصوت هنا هو رفع الصوت على الله وعلى رسوله وتقديم بين يدي الله ورسوله. فإذا في حاجتين. الحاجة الأولانية تقديم بين يدي الله ورسوله. يعني أنا دلوقتي ببدي رأيي على رأي ربنا وعلى حكم الله وعلى حكم رسول الله ده حرام. والأمر الثاني إن إحنا نرفع أصواتنا مجرد رفع الصوت وهذا سوء أدب مننا على الله وعلى رسوله في بيت العبادة أو عندما يذكر قال الله وقال الرسول. ساعات واحد مثلا يقول لك قال الله وقال الرسول والتاني ناس تقعد تهيص جنبه. هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فضلا عن ذلك إن هنا الإسلام برضو بيعلمنا أمر في غاية الأهمية إن إحنا بنختلف حول الرؤى ما بنختلفش حول أشخاص. يعني سيدنا يعني الآية برضو فيها درس عظيم. ما تختلفوش حول أشخاص يا جماعة. تمام. الأشخاص بيروحوا بيجوا لكن اختلفوا حول رؤى اختلفوا حول الصح اختلفوا حول الحق. هذا هو مقصود
الآية الكريمة. لما نزلت الآيات ديت بقى الاثنين، تقديم بين يدي الله ورسوله، ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي برضو لها مناسبة تانية، إن الوفد تميم ده جايبين الشعراء بتوعهم وجوم عند حجرات سيدنا النبي وقال اخرج إلينا يا محمد عليه الصلاة والسلام، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجراته، فنزلت الآيات دي انهم رفعوا الصوت على إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الجزء ده جزء عظيم. أولئك الذين إيه؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى. سيدنا عمر سئل، واحد بيشتهي الحرام وما بيعملهوش، وواحد لا يشتهي الحرام وبالتالي ما بيعملهوش، أيهما أفضل؟ اللي بيشتهي وما يعملهوش. اللي هو بيشتهي وما يعملهوش. يعني واحد ما بيشتهيش الحرام خلاص، ما عندهوش رغبة في الحرام، وبالتالي هو ما عندهوش رغبة في الحرام مش هيعمل الحرام. هو إيه الدافع وراء فعل الحرام؟ الرغبة. صحيح، مش كده؟ فانتك انك تجاهد نفسك فكون ان انت تشتهي عندك الرغبة، كونك ان انت ودي بقى مش الحرام بس لا ده اي حرام. يعني مثلا حد عنده شهوة الغيبة اللي لسه هتيجي، وحد عنده شهوة الفتنة، وحد عنده شهوة اللقاء ما بين الناس، وعند عنده شهوة ان هو ما اشتغلش، التصنت والتجسس، تحب تلمع اوكر، تحب تلمع اوكر، خدت بال حضرتك؟ فكل ده بيبقى شهوه بيدافع من جوه الانسان. فيقول لك ده كونك ان انت تشتهي الحرام ايا كان وربنا نهاك عنه، ده اذا هذا اختبار للقلوب. ربنا سماه امتحان، يشكل كلمه ما قالش اختبار حتى، امتحان بصوره مباشره، ليس امتحانا للارواح وليس امتحانا للأجساد وليس امتحانا علميا، إنما امتحان في الصلاح وفي الطلاح. ولكن ذلك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أي حد بيقف في الموقف ده ويصد الحرام لهم مغفرة وأجر عظيم. أداب كبيرة جدا. هنرجع لباقي الآيات ولكن ناخد جيهان. أهلا بيكي مساء النور. جزاكم الله خيرا على البرنامج. الله يخليك يا رب. أنا ليه ثلاث أسئلة والله الأستاذ. تفضل. السؤال الأولاني، أختي مريضة مرض مزمن، يعني عندها صرع حبيبتي، ما بتصومش، يعني طبعا ما بتصومش خالص، حتى الدكتور كمان مانع لأن هي بتاخد ثلاث مرات أدوية في اليوم، فما ينفعش خالص بأي حال من الأحوال. تمام. والدي الله يرحمه ما كانش بيدفع زكاة عنها يعني أيام رمضان. فهل احنا علينا زكاة ليها او علينا افطار صائم كل يوم مثلا من وهي 16 سنة او من وقت ما بلغت؟ هي دلوقتي عندها كم سنة؟ هي دلوقتي عندها مثلا 36 سنة. هي عاقلة؟ فهل عاقلة؟ هي عاقلة؟ هي عاقلة يا جهاد؟ عاقلة تماما. عاقلة تماما. طيب ده سؤال، والدك ما كانش بيدفع، طب هي بدأت تدفع من امتى؟ هي ما بدأتش تدفع لغاية دلوقتي، هي عليها متراكم من ايام والدي الله يرحمه ودلوقتي، هي لسه يعني طيب. السنة دي بس اللي ابتدينا ندفع. طيب هل احنا الايام اللي فاتت او السنين اللي فاتت علينا؟ طيب السؤال الثاني، والدتي توفت 12 رمضان سنة 2007، هل ال 12 يوم دول احنا علينا صيام او احنا نصومهم عنها؟ هي كانت تعبانة؟ كانت تعبانة جدا جدا، كانت مريضة الفراش يعني قبل رمضان ب 40 يوم يعني. ما كانتش تاكل وتشرب خالص. كانت في غيبوبة ولا؟ لا مش غيبوبة، لكنها كان مرض صعب قوي يعني قبل ما تتوفى ب 40 يوم كانت طريحة الفراش تماما يعني. تمام. طيب ثالث سؤال؟ السؤال الثالث، إن إحنا كان عندنا بيت وبعناه، حتة أرض وعملنا عليها بيت وبعنا البيت دهوت. بتمن البيت اشترينا شقة واشترينا عربية، هل كان علينا زكاة لتمن البيت ده؟ أول ما بعت البيت على طول قمتوا شارين شقة وعربية؟ لأن احنا ما كانش عندنا شقة، كنا قاعدين في إيجار جديد. أوكي. فاشترينا شقة وعربية كمان عشان سهولة التنقل بالنسبة لوالدتي، يعني مش بس عشان إن احنا نستفيد بيها الاستفادة الكلي يعني. طيب. عشان والدتي ما كانتش تقدر تركب مواصلات، فاحنا اشترينا عربية بهذا الغرض يعني. تمام. انما ما طلعتوش من المبلغ لما بعتوا البيت، ما طلعتوش اي فلوس، ما طلعناش خالص، فهل احنا علينا نطلع؟ طيب يا جيهان، ميرسي يا جيهان على اسئلتك حلوه وجميله، ان شاء الله فضلت الشيخ يجاوبها بس بعد فاصل قصير.
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. جيهان اتصلت قبل الفاصل وسالت 3 أسئلة حقيقه مهمين لفضيله الشيخ. اختي مريضه مرض مزمن عندها صرع وما بتصومش خالص. والدها ما كانش بيدفع عن اختها اي كفاره ولا هي من 16 ل 36 سنه. هل المرض المزمن ده اللي هو يستحيل معاه الصيام لازم معاه فديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبه للمريض الذي لا يرجى شفاؤه زي الصرع وزي الكانسر والعياذ بالله وزي الامور دي كلها بنطلع فديه ما بنصومش. فهل هي دلوقتي لها فلوس خاصه بيها ولا مالهاش؟ لو لها فلوس خاصه بيها اذا واجب ان نخرج الفديه الفديه عنها. طيب مالهاش يبقى كده اخراج الفديه تعتبر ليست واجبه، انما يجوز لوليها نخرج عنها، وليها اللي هو المسؤول عنها يعني اللي هو والدها. ما هو والدها كان والدها. طيب الفلوس اللي كانت على والدها دي لا تندفع، تسقط ولا تندفع؟ لا ما تسقطش، ده يعتبر ديون وده حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. تتحسب ازاي بقى فضيله الشيخ؟ يعني بالموائمه كده عندنا يعني مثلا من 10 سنين كان الفديه بتخرج مثلا الفديه بتسرق بتخرج 5 جنيه في اليوم او 7 جنيه في اليوم يعني تقديريا، ونشيل منها الايام اللي المفروض هي بالزبط بتفطرها وكده. بالظبط ومن 10 سنين يحسبوها بسعر زمان. بالظبط بالظبط. تمام. طيب مامتها توفيت 12 رمضان وكانت قاعده 40 يوم في فراش خلاص تقريبا يعني فراش المرض او فراش الموت او كده، فهل عليهم ال 12 يوم دول لازم يدفعوهم؟ هو طبعا ليس على المريض حرج كما ذكر القران، وبالتالي هنا الصيام ما بيسقطش، انما اما بنخرج عنه فديه يا اما بنصوم عنه، يا اما ان نصوم يا اما ان نخرج عنه فديه. والصيام عن الميت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال واحد وقال له يا رسول الله ماتت امي او مات ابي وعليه صوم افاصوم عنه؟ فقال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقض الله فالله احق بالوفاء. نفس الحديث حصل في الحج، فاستدل بعض الفقهاء على انه يجوز ان احنا نقضي عن الميت الصيام. اذا يمكن للوليها ان هو حد من اوليائها او من ولادها يصوم عنها ال 12 يوم، وممكن نطلع لها فديه عن كل يوم اطعام مسكين. والله طيب البيت اللي باعوه واشتروا بيه شقه وعربيه وما طلعوش عنه فلوس، هل يعني طلعوا ولا لا؟ البيت والعقارات ليس عليها زكاه الا اذا كانت جزءا من عروض التجاره. إذا كانت جزء من عروض التجارة مطلع عليه زكاة، بس مش البيت تتباع. اللي احنا ساكنين فيه لا، لو اتباع وحتى لو اتباع أصله هو أصبح مالا لم يمر عليه سنة أو عام كامل. لو ما دام ما مرش عليه عام كامل تمام، واستخدمناه في نفس الاستخدام اللي هو بيت السكن وكده، البيت السكن أو سيارة للتنقل، ليس عليها زكاة والله أعلم. تمام. أم وائل ألو. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة حضرتك طيبين. وحضرتك طيب. من فضلك كنت عاوزة أسأل إن ابني ساكن إيجار وهو عاوز وهو عين مبلغ على جنب عشان يجيب شقة إن شاء الله. أيوة. فالمبلغ ده بيبقى عليه زكاة؟ شايله على جنب في البنك عشان يشتري بيه شقة. هيشتريها إمتى؟ لسه بيحوش، لسه ما عملش الثمن بتاعها يعني. يعني هو الباب دي فلوس كل شويه بيشيلها على جنب ويحوش عشان يشتري بيها شقه، بس لسه يعني الشقه مش جاهزه ومش هيروح يدفعها يعني دلوقتي. طيب ماشي، شكرا يا ام وائل. نفس النظام ده، فلوس مدخره، ما دام فلوس مدخره اذا عليها زكاه اللي هي 2.5%. وبعدين ما نقلقش، مش هتنقص، ما بتنقص، ما بتنقصش والله. الزكاة اسمها زكاة، زكى الشيء أينما وترعرع. صحيح، زكى الزرع بينمو وبيخضر. صحيح. فبالتالي ما نقلقش من موضوع ان هي تنقص 2.5% وانا بحوش كل مليم، لا. طيب ده الناس بتسأل دايما في الصيام ان الحاجات اللي فاتته كده يعوضها ازاي. طب في واحدة بتقول الفروض اللي فاتتها من سنين مع العلم اني مش قادرة اقضيها، اتوب عنها ازاي؟ وهل ممكن اطلع فلوس؟ الفروض تقصد الصلاة؟ الصلوات. الصلوات نعم. هو الصلوات في طريقتين، الطريقة الأولانية إن هي بتصلي مع كل فرض تاني
بتصلي الظهر يبقى تصلي الظهر كمان من اللي فات، هي بتقول مش قادره تصلي العصر بعد، تبقى تصلي ما تيسر من النافله وتتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوحا وخلاص. يعني بقدر امكانك تقيم الليل، تصلي كل يوم 4 ركعات بالليل، تصلي النوافل، تصلي بس لو مش قادره تصلي صلي وانت قاعده. يعني لو هي مش قادره تصلي عشان الوقفه بتتعبها تصلي وهي قاعده. ولو صلت وهي قاعده في النافله تاخد الاجر كامل. تمام. ما دام هي مش قادره. تمام. طيب مريض فشل كلوي لا يصوم وظروفه على قد الحال، ينفع يطعم فدية الصيام في وقت تاني غير رمضان؟ يعني مش لازم يطلع الفلوس في رمضان، الفدية واجبة عليه سواء في رمضان أو في غير رمضان. هي قائمة. يعني لو إن لم يستطع إن هو يطلع الفدية في شهر رمضان المبارك يبقى عليه أن يخرج الفدية في غير الشهر رمضان المبارك. وأنا بنصح إن ما نجزأش الفدية يا جماعة. في ناس بتعمل إيه؟ بيكون معاها مثلا 100 جنيه فدية يوم يدوها ال10، كل واحد 10 جنيه، طب هيعمل بيها 10 جنيه؟ لا، ال100 جنيه يديها لواحد بس عشان يستفيد منها. زكاة الفطر. ده أفضل. طبعا. زكاة الفطر، أنت هتطلع 150 جنيه زكاة فطر. يقول لك في ناس تقول لك إيه؟ لا أنا هوزعهم على 15 واحد. طب ما هي كده مش هتأدي مقصودها. ال10 جنيه دي هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتجيب جرجير و فأدي ال 150 جنيه بتاع زكاة الفطر لواحد فقط. وهو ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو عيلة أغنوهم عيلة في هذا الوقت. يعني عيلة بيت تاخد 150 5 هيقدر يجيب هيقدر يجيب بيهم حاجة. زينب. أيوه. أهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي، أنا عندي أنا والدي متوفي يوم 20 رمضان. أيوه. هو كان تعبان من اول يوم في رمضان، ممكن نصوم عنه ولا نطلع عنه فلوس؟ وعندي سؤال كمان بعد اذن. عندي طفله عامله قلب مفتوح وتعبانه، يعني تصوم ولا نطلع عنها فلوس ولا ايه؟ عندها كم سنه؟ عندها كم سنه؟ عندها 12 سنه. كم؟ 12 سنه. صغيره خالص. هي بلغت؟ لا. طب طيب حبيبتي ربنا يشفيها لك يا رب. بنوته دي صغننه، ودي عليها فديه ولا عليها صيام؟ 12 سنه. 12 سنه تتعود، انما طالما عامله عمليه قلب لا هي دام دون البلوغ مرفوع عن التكليف. حديث واضح بتاع سيدنا النبي. روفي على القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ. تمام. الصبي يعني الصبي والبنت. صبي او صبيه. طب ووالدها تصوم عنه ولا تدفع فديه؟ لا تدفع فديه. الاصل في المريض الذي لا يرجى شفاؤه، يعني المريض مرض مزمن، ان هي تخرج فدية عن كل يوم اطعام مسكين فقط لا غير، والله اعلم. طيب الايه الكريمه بقى فضيلة الشيخ. ايوه. حي كنت داخل على ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا كنت داخل على ده فيه هنا في حاجه الحجرات. في غايه الاهميه. فضلا احنا طبعا تكلمنا عن ان احنا لا يجوز ان نقدم بين يدي رسول الله ولا ان نرفع اصواتنا فوق صوت سيرة سيدنا النبي، يعني تمام. ما جيب سيرة سيدنا النبي ما نرفعش صوتنا في هذا التوقيت. بس هنا تتكلم بعد كده عن موضوع في غاية الأهمية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أيوة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إحنا عندنا مشكلة في موضوع الإشاعات، موضوع الكلام الكثير والأخبار المتنقلة، فيه شك وفيه ظن وفيه غلب ظن وفيه يقين. الأخبار دائما هو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، ما ناخدش إلا درجة اليقين. يعني ما يقولش ما نسمعش كلمة كده ونقولها، لا، هذه تعتبر جريمة من الجرائم كون نقل الكلام بدون تثبت. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وعلمنا إن دايما اللي بين الأخبار ما بين الناس على جهة الإفساد اسمه فاسق. والفاسق ده يعني إيه؟ الفاسق ده انت عارفة البلح الأسمر؟ مش بندوس عليها كده في مؤخرة البلحة فالقشرة بتطلع أو بتخرج البلحة أو التمر على القشرة ده اسمه فسوق؟ ده اسمه فسوق. هو الفسوق كده واحد مؤمن. إيه بقى على واحد مؤمن ومصلي الترويح لسه لحد دلوقتي، جه بعد ما خلص صلاة الترويح راح مع صاحبه جابوا سيرة الناس وتنقلوا أخبار على وجه على جهة الإفساد والكذب. ده زي بالظبط زي البلحة كده، جرد من الإيمان زي البلح ما راحت في ناحية والقشر راحت في ناحية تانية. شوف الوصف الدقيق.
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. يا جماعة لو سمحتم راجعوا نفسكم، بلاش ننقل أخبار كاذبة، لأن الأخبار الكاذبة أنت بتتورط في معاصي أنت ما عملتهاش ولا هتستنفع بنا. إحنا هند الزمن ده يا فضيلة الشيخ هو زمن نقل الأخبار الكاذبة قبل التحقق. صحيح. وبعد ما تتنقل وتنتشر وبتاع يقول لك لا دي طلعت إشاعة. آه صحيح. ده فلان مات، وبعد ما لا ده هو عايش على فكرة. فالناس بتنقل بدوسة كده، كله بينقل بينقل بين عن بعضه عن بعضه عن بعضه. ده كويس أنت قلت الكلام ده. ده إذن النقل هنا مش كلام بس، ده النقل تاتش. آه. ده فتبينوا دي مش موجودة ده خالص. ده بوست بس على الفيس أو على أي موقع من الواقع التواصل. نفس النظام خد الزمن. سبحان الله عليه القدير. ما هو التكنولوجيا ديت على قد ما خدمتنا ورفاهتنا على قد برضه ما بتدينا ذنوب. ليه؟ الذنوب بقت سهله، لان المعاصي بقت سهله. صحيح خلتنا نتواصل مع العالم كله، وفرت لها فلوس وفرت لها امكانيات طبعا، لكن برضه خلت الذنوب تيجي لحد عندنا. ما هو يعني كان زمان مثلا عشان واحد يرتكب جريمه الفسوق ده لازم يشتغل ولازم يتعب ويروح للناس عشان يقول لهم ويوصلهم. هو قاعد لا ده واحد نايم على الكنبه، واحد بيرتكب متكئ كده بيرتكب جريمه الفسوق بالموبايل. دي دوسه واحده بس سيري. كده يلا اتفضل يا احمد اتفضل، دخلت في جريمه فسوق. تمام جميل. طيب انا هاخد مدام حمديه. طيب. الو. ايوه حبيبتي انا معاكي. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. اهلا بيكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. بس عايز اسال فضيله الشيخ بس، حضرتك انا كنت عامله فتح بطني وشايله الرحم وحاجات كتير كده من اول شهر رمضان وانا صايمه ولسه بكمل، فعايز اعرف بس الفديه دي وفي اليوم قد ايه لغايه الشهر كله. هو حضرتك صايمه ولا مش صايمه؟ لا فتره. فتره سبتني. لا فتره خالص ما ينفعش. بس العمليه دي هتنتهي وخلاص. حضرتك كنت عامله عمليه فتح بطن فتح الرحم. انا عمليه صعبه ربنا يشفيك فيها يعني الحمد لله. طبعا بفضل الله انا بس بتعافى، بس عايزه اعرف ايه الفديه اللي انا عاملها لمده الشهر وقد ايه. يعني القيمه بتاعتي قد ايه اللي انما في العادي، في العادي حضرتك كنت بتصومي وصحتك في العادي ان شاء الله لما تتعافي تقدري بعد كده تعوضي ولا صحتك؟ لا مش هقدر لاني لسه هبقى لسه قدامي شويه. تمام. فعايز طيب. اعرف ايه الفديه اللي هقدر ادفعها قد ايه. ماشي مدام حمديه الف سلام. ايه فضلت شيء؟ هو لو كانت تقدر تصوم حتى ولو التعافي ده بعد سنه هننتظر لحد ما تتعافي ان شاء الله وتصومي اللي عليكي، لان ده يرجى شفاؤه، ده مرض يرجى شفاؤه. لكن لو الدكتور قال لك لا ما تصوميش خالص مدى الحياه، الصوم خطر على حضرتك، في الحاله دي يبقى نطلع فدي. طب دلوقتي لو واحد يعني ايه جاله حاجه عارضه عمليه مش عارفه ايه، يعني هي طبعا ربنا يشفيها، انما لو حد جات له حاجه خليته اضطرته انه يفطر، يفطر مسافر ما اعرفش ايه، وقال لك انا هطلع. ما ينفعش. ما ينفعش لا. يعني مش الموضوع مش اختياري، ده مش اختياري. لا. لازم يعوض حتما عليه القضاء بالنسبه للسفر، بالنسبه للمريض الذي يرجى شفاؤه، بالنسبه لاصحاب الاعذار المؤقتة احنا هنا بنقول عليه القضاء حتما، مش ليس مخيرا ما بين الفدية والقضاء، انما عليه القضاء حتما، ان هو هيتعافى ويستطيع الصيام، وبالتالي ده دين عليه لازم يؤديه. اما اذا كان هو عاجز بقى خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني حتى لو عد عليها رمضان الجاي وجه وهي لسه مثلا بتخف وكده تطلع. تطلع تتعمل تعمل قضاء تحت الله. تصوم مدام ميرفت. معانا مدام ميرفت. ايوه اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا حاطه 50,000 في مشروع قناه السويس، وعندي ذهب 130 جرام، عايزه بس اعرف الزكاه بتاعهم قد ايه. يعني عندك 50,000 في مشروع قناه السويس. و 130 جرام ذهب. ايوه. انت مش حاسباهم؟ لا. طيب احنا عايزانا يعني طلع الحسبه ونحسبهم ولا ايه؟ قوليلي. طيب نحسبهم لك يعني على الحسبة. 130 جرام ده هو الجرام بكام؟ طب انت عارفة الجرام بكام؟ لا. حد عارف الجرام الذهب بكام؟ هو بسيط يا دعاء بسيط. 260 في 130 ادي كده يبقى 33,000 جنيه في 2.5 على 100 يعني عليك الذهب عليه 845 جنيه. كم؟
845 جنيه على 130 جرام دهب، لو مش للزينه ولا ايه؟ انا مش انا بحسب لا لها. لا بتحسبي غلط يا دعاء. ليه؟ هو عليه 2.5%. 260 بيقول لك جرام الدهب 260. ما هو عيار كام؟ عيار كام؟ ما هو مش هنعرف نحسب، مش هنعرف نحسب دلوقتي، لان ده الله مش عارفين هو عيار 21 ولا عيار 18. يعني اذا حسبنا انه 130 جرام دهب ب 260 الجرام يبقى 33000 جنيه. ال 33000 جنيه في 2.5%، 2.5 على 100 اهو 845 جنيه. ليه غلط؟ ده ال 130 جرام ذهب. ده الذهب. وال 50000، 50000 سهله، في 2.5 على 100 يبقى 1250 جنيه. ال 50000 عليهم زكاه 1250 جنيه. وجه الغلط هنا. حضرتك حسبت على عيار كام؟ ما اعرفش انا. طيب. انا بحسب طيب. انه هو انا سالته 200 بسيطه جدا. ما انت حضرتك ما تعرفش هي عيار كام. هو العيار بكام؟ هو عيار 18 غير عيار 21 غير عيار 24. وبالتالي هنا الحسبه بسيطه جدا. بالنسبه لل 50000 1250 جنيه، ال 1000 عليه 25 جنيه، ال 1000 عليه 25 جنيه. اما بالنسبه للذهب بنروح بتروح تقيميه، بتقيميه عند الصائغ وبتشوفي بالظبط الوقت، الوقت ما بتخرجي الزكاة قيمته الحقيقية قد ايه ايا كانت، وبعدين بتحوليها الى فلوس، والالف عليه 25 جنيه بمنتهى البساطة. والله اعلم. مدام اميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي انا عندي سؤالين ممكن؟ تفضلي. تفضلي. لو سمحتي السؤال الأول، أنا متجوزة بقالي حوالي سنة وسبع شهور، وبعدين جوزي قعد أول خمس شهور في الجواز يصرف عليا، هو قاعد في السعودية وأنا قاعدة في بورسعيد. بعد كده أنا شفت مسج على الموبايل بتاعه لما نزل، أخته بتقوله ما تصرفش عليها، أنت تبعت لها فلوس عشان هي تصرفها في تصرمح بفلوسك في الشوارع. طبعا أنا ما فيش أي حاجة من دي، أنا بشتغل وربنا عالم، ما عنديش شقة وما عنديش أي حاجة خالص تثبت إن أنا يعني متجوزة. على هو مش عايش معاك في بورسعيد أمير؟ وبعدين لا هو مش عايش معايا، هو عايش في السعودية. في السعودية ماشي. حوالي 20 يوم مسافر، على أساس إنه هيبعت لي، ما بعت ليش خالص. نزل بعدها بحوالي 9 شهور حصلت مشكلة كبيرة وسافر تاني، ما ببعت ليش مصروف خالص وما بصرفش عليا. ربنا ألهمني إن هو في اليوم اللي قال لي فيه أنا هطلقك جاب لي وظيفة، جالي وظيفة تمام. فأنا اشتغلت والوقت. طب هو عايز يطلقك ليه يا أمير؟ فأنا مش عارفة أخد أجازة خالص، هو عايزني أنا بشتغل وقت موظفة يعني، جالي وظيفة. فهو دلوقتي عمال يقولي من ساعة ما عارف إن أنا جالي وظيفة، يا إما تجيلي يا إما تبقي ناشز وكده، كده يمشي عليك حكم إن أنت ناشز. فأنا قلت له أنت ما بتصرفش عليا وما عنديش شقة وما عنديش أي حاجة خالص تثبت إن أنا متجوزة، ومش راضي حتى تبعت لي فلوس. أنا كنت عيانة وعاملة عملية، ما رضاش حتى يبعت لي فلوس، وقاعدة في بيت أهلي وبصرفوا عليا. هل فعلا لو أنا ما سافرتلوش أو ما عملتش اللي هو قال عليه وسبت وظيفتي أبقى ناشز؟ أنا عمالة أقول له استنى لما تثبت وأجي عندك، مش موافق يا كده يا كده. ده أول سؤال. سؤالي التاني بس كنت عايزة أسأل، هل زكاة المال تنفع تدفع إن إحنا نديها للأقربون ولا يعني؟ زكاة المال دي اللي هي قصدك زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ المال. لا زكاة المال. زكاة المال. ينفع إن إحنا نطلعها للأقارب ولا ما ينفعش؟ بس. ماشي. شكرا جدا. شكرا يا أمير. بس الرسالة بتاعت أختها ليه 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 بيدخلوا بالنص تقول له ما تصرفش على مراتك أو اصرف على مراتك؟ دي الحاجة اللي ممكن تضايق في وسط كل ده. يعني يبقى حد مثلا بيعمل حاجه وخلاص راجل ومراته بيصرف عليها والموضوع ماشي وكده. على فكره ما بتصرفش عليها، مش عارفه ليه. طيب هل هي كده تبقى ناشز؟ ليس منا من خبب امراه على زوجها. ده حديث صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام بيتبرأ من اي حد بيوقع ما بين الرجل ومراته. حتى لو بكلمه بسيطه. فده يعتبر والعياذ بالله يعني فسوق. ده صوره من صور الفسوق. هل هي الست اللي عملت كده تبقى قطعت رزقها؟ يعني دايما لما اجي مثلا ايه اي حد يدفع، يجي يدفع لاي حد حاجه فيقول له ما تدفعلوش، فيقول له يا سيدي ما تقطعش رزقه، انا كده كده هديله، انت واقف له في النص في رزقه ليه؟ هل هي تعتبر يعني بتحاربها في رزقها ولا ايه؟ مش اصل هو في فرق ما بين النصيحه وفي فرق ما بين فرض النصيحه او الانتقام في صوره نصيحه.
في حد مثلا يكون واخد موقف من حد او واخد موقف من فئة او واخد موقف من فصيل معين او من حاجة معينة، يعني يقول لك ايه ما تديش فلوس الفلوس ديت لفئة كذا او الناس اللي في القرى او في النجوء او الى اخره، عشان هو من جواه واخد موقف فبينتقم منه في صورة نصيحة. ده خلي بالنا منه. لا، النصيحة ما تنصحش حد لما حد يطلب منك نصيحة. يعني انت ما دام حد طلب منك نصيحة انت بتنصحها، ما تفرطهاش على الناس. طب هل هي كده تبقى ناشز يا دكتور فضيلة الشيخ؟ لا، هي دلوقتي لازم تشوف هي حقها ان يكون عندها مسكن، وحقها ان يكون عندها فلوس، او هو يبعت لها وينفق عليها. لو هو ما بينفقش عليها بهذا، هي متضررة، لها الحق ان هي تطلق، ولها الحق ان هي تصبر على ذلك. فالامر بيدها. يعني من حقها انها تامن نفسها وتقول له لا غير ما اروح. طيب زكاة المال تجوز للاقارب؟ ده الافضل لتكون الاقارب. واتى المال على حبه ذوي القربة اول شيء. وكل واحد فينا لو شاف عيلته وناس اللي حواليه، اعتقد ان احنا هنجبر كسر كبير جدا في مسألة الفقر والاحتياج موجود عندنا. تمام، احنا وصلنا لنهايه الحلقه. كل سنه وانتم طيبين. الليله 27 اوصيكم ونفسي ان شاء الله ان احنا نحييها من بعد صلاه العشاء، ما نضيعش وقتنا لحد الفجر باذن الله، وقت صحيح بس ان شاء الله ربنا هيبارك فيه. أكثر من قول النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. ما تنسوش تدعوا لمصر إن شاء الله، وتدعوا لنفسكم. حضرتك إن شاء الله هتكون موجود معنا بكرة بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله. كل سنة بشكر حضرتك. بشكر حضرتك، نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشناه، خد دورة الآف السنة وكتاب الله. كل اللي بيحصل في حياتنا أول ما عشناه، خد دورة الآف السنة وكتاب الله. ربنا ما خلقناش كده دايما.